هذا المساج هو اخر مساج انا عند الخوه داري في الانستغرام. قالت لي كيحفظ رباك مانو كي كداري. الله يحفظك اخويا راه انت اللي عندي. لقينا النص ديال الدوار كلشي ماشي. دابا راه كتشوف الظلام هكا كتبان لينا حياتنا دابا. صيفطات لي واحد فيديو ما فهمتوش حتى لدابا وهي الوداع. خلاصه تلقى والحياه لا معنى لها. فاش ضرب الزلزال كنت في كازا كنا خدامين انا والدراري من هنا من الدوار. في الاول كانت ضحكه حيت كان في كازا كان قليل وكنا كنضحكوا بين الدراري. جا الدري قال لي شوف راه المنطقه ديالنا هي فاش ضرب الزلزال بزاف. قلت له صافي واحد الوالده والخواتري راه غيتهدم عليهم الدار. وبقينا كشادين هاد الضحكه واحد شويه وقطع الريزو واحد شويه. وصيفط للخواتري ميساج ما كيوصلوش كنصوني وما كيوصلوش. صافي قلت للدراري شوف الدراري راه سي بلان وقع ما يمكنش الخوادريان صيفط لها ميساج وما جاوبتنيش. وفي هذه الوقيته راه ما كتنعس. قالوا لي الدراري صافي بقينا كنعيطوا على الماين الدار ما كاينش. في ديك اللحظه نيت خرجنا من كازا شدينا الطريق لقينا داك الشيء اللي ضنينا في راسنا. صافي لقينا النص ديال الدوار كلشي ماشي كلشي. انا ماشي ليا الوالده والخواجريه. اذا خلاصه تلقى والحياه لا معنى لها. حيت دابا فاش عرف اخر ميساج انا عند الخواجريه هي هو راه انت اللي عندي. والله ما نكذب عليك دابا نوري لك راه الميساج اخر ميساج عند الخوادريه راه انت اللي عندي. صيفطات لي واحد فيديو ما فهمتوش حتى لدابا وهي الوداع. والله ما نكذب عليك صيفطات لي فيديو انا ما قريتوش حتى اليوم. وريته للدري قلت له شوف اخر ميساج عند الخوادريه في الانستغرام. دابا فاش كتجي كتفكر عاوتاني شنو اذا خلاصه تلقى راه ما لا حياه اللي من دون هذا. فكرت تدعي وتقول الحمد لله الحمد لله على كل حال. هذا هو خلاصه تلقى الحمد لله على كل حال. بابا فاش باقا ليا بعدا واحد الخوادريه الكبيره كنشم فيها ريحه الوالده والحمد لله على كل حال. صافي هادشي اللي كاين اخويا. اما راه زعما باش تشوف شي حاجه دابا راه كتشوف الظلام هكا كتبان لينا حياتنا دابا راه كتدعي عينيك. صافي راه كتشوف راك انا دابا في خدمه كانت هي اللي كتشجعني في الخدمه باش نخدم. صافي تنقول اليوم غنخدم راه خاصني الوالده. دابا راه شنو والله ما مسوق راه سوا خدمت سوا ما خدمت شنو. انا دابا راه 20 دم غندوز بها نهار. دابا راه كنت خدام ولكن هي الوالده اللي كانت السند وكتشجعني باش نخدم باش ندير شحال من حاجه. دابا راه مشات لها هي للخوادريه. كنت نقول راه غنخدم غندير للخوادريه الصغيره كنت كنشجعها حتى هي باش تقرا. دابا راه مشات راه مات الهدف اللي كان صافي العيال الهدف اللي كان في الحياه بعدا اهم هدف كان عندي راه مشى. اذا غتخدم دابا غتخدم على راسك راسك راه 50 درهم غتصوفي راسك. شنو كان الحلم ديالك فاش كان والديك شنو كنتي بغيتي توصل ليه مثلا؟ شوف خويا بلا ما نقولش على راسي اي واحد انا تسولو غيقول اهم حاجه عندي هي كانت الوالده والخواتريه. الخواتريه الصغيره كانت كتخرج كلمه من فمها ما كنقولش الا كنحضرها ليها في ذوك الوقيته في ديك الوقيته. والله الا كنت تنحيد راسي راه الدري كان كيمشي معايا كنت خدام انا وياه كنشريو الحوايج ولكن كان كنحيد راسي تنشري للخواتريه الصغير. اذا شي حاجه شي اهم الحوايج ما بقاوش باقي الله سبحانه وتعالى باقيين شي حوايج ولكن اهمهم راه مشى. اهمهم راه مشى. الاخت ديالي كان عندها 13 عام كان عندها الكاتريم هذا العام. قالت لي خويا راه جيت بوحدي في القسم. قلت لها راه مزيان تجي بوحدك في القسم. قالت لي ولكن غنقرا. قالت لي غنوعدك غنجح بشي نقطه زوين. يا رب ترحمها امين اخويا ان شاء الله. اخويا ان شاء الله الحمد لله على كل حال.